اختراع المروحة واحد من أقدم الاختراعات، فمن ساعة ما ظهر اختراع المروحة وهو بقى مرتبط ارتباط كبير بنمو الحضارات وتطورها. فمن ساعة ما ظهرت المراوح وعبر مراحل تطورها وطريقة تغيرها من أشكال وألوان متنوعة، اعتبرت فن متميز ومرتبط بالحضارات البشرية المختلفة. فكان بعضها بيمثل لوحات تشكيلية أصيلة رسمها فنانين مبدعين، وعلى طول السنين بقت المراوح شكل من أشكال الفن والموضة والحضارة. عرفها المصريين في وقت مبكر جدا من الحضارة، فدلت الرسوم المنقوشة على جدران المعابد والمقابر على أن الفراعنة استخدموها في إطار حياتهم اليومية. ومن أقدم المراوح اللي تم اكتشافها كانت في مجموعة توت عنخ آمون، واللي كان بعضها مصنوع من الذهب، فكان فيها صور ومشاهد من حياة الفراعنة. وكمان ظهر أن الصين امتلكت أقدم تصميم معروف لغاية النهاردة وبيرجع للقرن 6 قبل الميلاد، واللي كانت مصنوعة من الريش. وتحولت بعد كده المراوح اليدوية إلى اكسسوار أنثوي في زمن الإغريق، ودخلت في طقوس الكنيسة البيزنطية الشرقية. وفضلت المراوح بأشكال متقاربة لغاية ما اخترع اليابانيين المروحة اللي بالشكل ده، فاستخدمت في اليابان بغرض الترفيه والرقصات أثناء الاحتفالات. وانتقل الشكل الحديث ده بعد كده إلى الصين، وأخدوا بعد كده البرتغاليون ودخلوه إلى البلاط الأوروبي، فبقت موضة معروفة بين النساء الأوروبيات. وكان بداية القرن 18 هو الظهور الحقيقي للمراوح بشكل أساسي في الملابس. فأثرت المراوح اليدوية بشكل كبير خلال الزمن ده، فكانت بتعبر عن الطبقات الاجتماعية في المجتمع، غير أنها أصبحت أداة لنشر الأفكار السياسية خلال الثورة الفرنسية. وبعد الرحلة الطويلة دي في التاريخ، ما ننساش السبب الرئيسي اللي بسببه اخترعوا المروحة. فلغاية القرن 18 ما كانش فيه محاولة لتطوير المراوح دي بشكل عملي بعيدا عن الشكل الفني. في القرن 18 قبل الميلاد ابتكر مخترع أسرة هان تينج هوان مروحة دوارة. بيكون في المروحة دي 7 عجلات، قطر كل واحدة منهم 10 أقدام. بسبب حجمها الكبير كانت بتقدر تبرد ساحة كاملة، وكانت الأولى من نوعها في الزمن ده. وفي القرن 19 استخدم الرومان فكرة المروحة والتلج لتبريد الهواء. كان في بعد كده عدة محاولات لتبريد الهواء، ولكن كانت غير عملية وبتستهلك كميات كبيرة من التلج والجهد. لما تم إطلاق النار على الرئيس جيمس غارفيلد، ابتكر مهندسو البحرية الأمريكية أداة غريبة بتجمع بين المروحة وقماشة متلجة. ده كله بيعملوه عشان يقللوا من درجة حرارة الغرفة اللي فيها الرئيس بيحتضر لغاية ما وصلت درجة الحرارة لـ20 درجة مئوية. وعشان يوصل درجة الحرارة دي استهلكوا 436 رطل من الجليد في الساعة. فزمان كانت أجهزة المراوح تعتمد على الطاقة البشرية أو على طاقة الخيول. وبعد مرور سنة واحدة على حادثة اغتيال الرئيس غارفيلد، اخترع العالم سكوت سويلر المروحة الكهربائية. اتولد ويلر في مدينة نيويورك، وبعد كده أخذ البكالوريوس في جامعة في كولومبيا، وبعد كده الدكتوراه في جامعة هوبرت سنة 1894. وفي عمر 21 سنة ساب الجامعة عشان يكون مساعد كهربائي في شركة يابلوشغاف للضوء الكهربائي. وفي سنة 1882 انضم للفريق الهندسي لتوماس أديسون المسؤول عن العمل في أول محطة توليد طاقة، فاشتغل بتركيب وتشغيل العديد من محطات توليد الطاقة خلال سنتين أو ثلاثة اللي بدأ فيهم من الشغل. وبعد كده أشرف على محطة أديسون في نيويورك. وفي 1886 ساب شركة أديسون وأصبح متصل بشركة سي سي للمحركات الكهربائية، واللي هو ساعد في تأسيسها مع تشارلز كيرتس وفرانسيس بروكر.
وفي سنة 1888 تأسست شركة كروكر أند وولر واللي تغير اسمها أكثر من مرة لغاية ما بقى اسمها نيو جيرسي. كان الدكتور وولر رئيس للشركة من سنة 1888 لغاية ما توفى. وفي الحقيقة اختراعه للمروحة كان قبل ما حتى ياخد دكتوراه من كلية هوبرت. ففي سنة 1882 كشف وولر عن اختراعه اللي أكد أنه هيساعد البشرية في تحمل درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة الصيف. وكان اختراعه عبارة عن مروحة كهربائية تشتغل بشفرتين. وخلال السنين اللي فاتت تطورت صناعة المروحة الكهربائية سواء كان في الشكل أو الإمكانيات، فظهرت بعد كده المروحة ذات الأربع شفرات اللي اخترعها المهندس الألماني الأمريكي فليب ديهل. وبعد كده ظهر النوع الجديد من المراوح اللي ممكن نثبته في السقف، وكان ده قريب من اختراع المكيف اللي ظهر لأول مرة في سنة 1902. وحقيقة اختراع المكيف كانت هتكون مستحيلة من غير ما تظهر المروحة للنور لأول مرة على إيد المخترع سكايلر سكوت سويلر. ودلوقتي هناخد فكرة عن أجزاء المروحة وكل جزء أهميته إيه. جسم وقاعدة المروحة بيتكونوا بشكل عام من الحديد أو الألمونيوم. وبعد كده عندنا الشفرات اللي بيكونوا في مراوح السقف عددهم 3 أو 4، وبيكونوا مصنوعين من لوح من الألمونيوم الخفيف الوزن. أما بالنسبة للمراوح المكتبية أو مراوح الستاند بتكون الشفرات بتاعتها عددها 4 أو 2، وبتكون مصنوعة من مادة بلاستيكية. في الغالب بتلف شفرات المراوح من 100 ل 400 دورة في الدقيقة الواحدة. سرعة المروحة محدودة بأقل من 1000 دورة في الدقيقة الواحدة، ما ينفعش تزيد عن كده. وعندنا بعد كده الشبكة اللي بتوفر الحماية وبتمنع إصابة الأشخاص. بيكون في المروحة فيه شبكتين، واحدة من قدام واحدة من ورا. من ورا بتكون متثبتة بشكل دائم في الجسم، أما الأمامية بتكون قابلة للفك والتركيب. وقطر السلك اللي في شبكة الحماية ما بيقلش عن 1.6 مليمتر وما بيزيدش عن 10 مليمتر. وعندنا بعد كده جزء البيرينج أو باسم الشهرة بتاعه رومان البلي، وهو جزء أساسي جدا في صناعة الآلات، فهو اللي بيساعد العمود يدور داخل الموتور، وبرضه بيساعد في حركة الدروس واللي بيخليها تدور بسلاسة أكبر. وبعد كده في جزء الموتور، بيتكون أول حاجة من الروتر وهو الجزء اللي بيدور، وبعد كده البيرينج أو الرومان بل اللي بيساعد جزء الروتر انه يدور بسلاسة اكتر. وفي بعد كده الستيتور، الجزء اللي بيولد الطاقة اللي بتساعد في تدوير الروتر. وبيشتغل موتور المروحة على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي. الحث الكهرومغناطيسي بيحصل لما يتم وضع موصل المغناطيس في مكان معين ونحرك المغناطيس وبنثبت الموصل، او نثبت الموصل ونحرك المغناطيس. لما نيجي نحرك الموصل بينتج عن كده تدفق مغناطيسي، وبالتالي توليد قوة دافعة حثية خلال الملف، ويتم توليد قوة دافعة حثية بسبب حركة الموصل أو الملف. ومن خلال القوة دي بنقدر نحرك شفرات المروحة. ونيجي بعد كده لحركة المروحة في الاتجاه اليمين والشمال. ازاي بتحصل؟ في البداية هنستخدم نفس مصدر الطاقة اللي بيخلي الشفرات تدور، ما ينفعش نستخدم مصدر تاني لأنه كده هيكون في زيادة في التكلفة. فأول حاجة خلينا نبدأ نتخيل المروحة. المروحة بتتكون من الجزء الثابت اللي احنا بنكون سندين أو حاطين عليه المروحة بحيث ان هي ما تملش يمين أو شمال. وبعد كده بيكون فوقيه الجزء اللي احنا عايزينه يدور اللي بيكون فيه الموتور والمرتبطة فيه الشفرات، واللي احنا عايزينه يدور ناحية اليمين والشمال. وبما اننا بنستخدم نفس مصدر الطاقة اللي بيدور شفرات المروحة، ده معناه ان احنا هنخلي المروحة تغير اتجاهها بنفس سرعة دوران شفرات المروحة، واللي هو ما ينفعش يكون غير عملي. فبالتالي هنحتاج ريدكتر عشان نقلل من سرعة المروحة وهي بتغير اتجاهها. طيب دلوقتي ازاي هنوصل نفس مصدر الطاقة ونخليه يكون السبب في تغيير اتجاه المروحة؟ احنا عندنا
العمود المتصل بالشفرات بيدور بشكل أفقي، والمروحة احنا عايزينها تدور وتغير اتجاهها بشكل رأسي. هنحتاج نغير محور الدوران بدرجة 90، فبنستخدم قطعة اسمها الورم تشتغل كمخفض للسرعة، ولكن بشكل أساسي بتغير اتجاه الحركة بزاوية 90. أما بالنسبة لمخفض الدوران الأساسي فبيعتمد على مبدأ الترس الأكبر بيكون أبطأ من الترس الصغير، ولكن الترس الكبير هياخد مساحة كبيرة جدا في المروحة، وبالتالي بيتم استخدام عدة تروس داخل المروحة عشان نقلل السرعة بقدر اللي احنا عايزينه. ومن زمان لدلوقتي في شركات كتيرة سيطرت على سوق المراوح. كان في البداية شركات مخصوصة بالصناعة دي، ولكن لما نيجي نبص دلوقتي في الشركات اللي بتنتج المراوح هنلاقي ان معظمها شركات متخصصة في الأجهزة المنزلية بشكل عام. وخلينا دلوقتي نشوف اكتر الشركات المتصدرة في صناعة المراوح الكهربائية. وعندنا اول شركة واللي هي شركة معروفة جدا في الأجهزة المنزلية واللي هي شركة باناسونيك، فوصل انتاج المروحة ل 200 مليون وحدة في سنة 2018. والشركة اللي بتكون في المركز الثاني هي شركة اميرسون، واللي تريها بعد كده شركة ويستنغ هاوس، بعد كده هانتر فان كومباني، ودي متخصصة في المراوح بشكل عام. وبعد كده في شركة معدية، وبعديها شركة اير ماي، تليها بعد كده شركة جري، وتليهم شركة أكوما. في الحقيقة العشر شركات المتصدرة في صناعة المراوح ما بتمثلش غير نسبة 30% من السوق، لكن في الحقيقة الشركات الصينية واخدة نسبة 35% من السوق. أما بالنسبة لأنواع المراوح فاحنا ممكن نقسمهم لمراوح الحائط والمراوح المكتبية والمراوح اللي بتكون محطوطة على الأرض، وفي أنواع تانية مختلفة، ولكن المنتج الأكثر شيوعا هو مروحة السقف، فهي تستخدم في نطاق واسع في المنازل والأماكن التجارية، ولكن الاستخدام المنزلي هو اللي بياخد النصيب الأكبر، فبياخد نسبة 65% من استخدام مراوح السقف. في سنة 2020 بلغ حجم السوق العالمي للمراوح 4.377 مليار دولار، من المتوقع أن يصل 3.980 مليار دولار أمريكي في سنة 2027 بمعدل نمو سنوي سالب 1.3% بين سنتين 2022 و2027. ولما يكون معدل النمو السنوي الإجمالي بالسالب فده بيدل على الانكماش، بمعنى أنه من بداية سنة 2022 حتى سنة 2027 هيبدأ استخدام المراوح يقل، وده معناه ان وسائل التبريد بدأت تستبدل بحاجات غير المراوح في المستقبل، فظهرت بعض الاساليب في العمارة الحديثة بتوفر تهوية طبيعية للمباني او الاعتماد بشكل اكبر وكلي على المكيفات. وفي محاولة مني لتقدير كم بيكلف انتاج مروحة المكتب، بدأت أبحث في السوق الصيني لأنه معروف بإنتاج كميات كبيرة وتصدرها. ولما كنت ببحث في المصانع الصينية اللي بتصنع المواد الخام للمروحة، لقيت أنه سعر 5000 مروحة مكتبية بيكلف 52,500 دولار، بمتوسط 11 دولار للمروحة الواحدة، وده طبعا بدون تكاليف الإنتاج زي النقل والأيدي العاملة، وبالتالي بيكون متوسط سعر المروحة بالإنتاج 16 دولار، واللي بيكون حوالي 300 جنيه. والنوعية دي من المراوح باع في السوق ب 400 جنيه أو أكتر، وتحدد السعر ده بناء على مواصفات القطع الخام اللي كانت موجودة في مصانع الصينية. المروحة هنا مشكلتها إنها مش بتلف ومش بتعمل أي صوت أول ما نشغلها. أول حاجة ببدأ أفتح المروحة وبصور كل حاجة أنا وبفكها عشان لما أخلص أعرف أجمعها وأربطهم تاني. أول حاجة بعملها بعد كده أني بتأكد من الموتور وأسلاكه، لأنه مفيش أي أسلاك محروقة أو مقطعة أو أي حاجة.
وبعد كده طلعت المكثف في مكانه واتأكدت انه مفيهوش اي مشاكل، مفيش في الاسلاك بتاعته اي مشاكل برضه. وبعد كده لما جيت بصيت فوق المكثف في الاسلاك اللي بتكون متوصلة في الفيشة، لقيت انه السلك الاصفر ده مفصول عن مكانه. وبعد كده عشان اتأكد ان هو سبب المشكلة وصلته بمكانه الاساسي، ولقيت انه المروحة بدأت تعمل صوت. اللي جاي بعد كده مرحلة تثبيت، لازم اعرف اثبته بطريقة صح عشان ما يرجعش يتفك تاني ويعمل مشكلة في المروحة مرة تاني. وبعد محاولات كتيرة اخيرا في الاخر عرفت اثبته وخليته في وضع ما يتحركش تاني بسهولة. وبعد ما حلينا المشكلة بدأنا في عملية تركيب المروحة مرة تاني، وبعد كده نبدأ نختبرها نشوف في مشاكل فيها ولا لا. وبعد فك مسامير وكهرباء وتركيب مسامير تاني لف كتير قوي طلعت شغالة في الآخر. تجربتي مع المروحة عرفت انه مشاكل المروحة ممكن تكون بشكل اساسي في حاجتين، اول حاجة واللي هو الموتور، بالنظر بنقدر نحدد منه لو هو في مشكلة او لا، سواء كان في اسلاك متقطعة فاحنا بنحاول نلحمها، او لو الاسلاك دي حالتها بايظة خالص ومفيش منها امل بنضطر ان احنا نغير الموتور كله. اما المشكلة التانية بتكون في المكثف، واللي احنا ممكن نختبره عشان نشوف زمنه المشكلة او لا، لكن في الغالب بقية المشاكل بتتفرع من الموتور او من اسلاك المروحة نفسها، زي ما كانت مشكلة مروحتي انا في الاسلاك. الحقيقة الفترة اللي فاتت دي اللي هي كانت الاجازة عشت فيها حاجات كتيرة، عشت فيها الالتزام الحماس وبعد كده الراحة والكسل، عدت علي مراحل كتيرة. ومن تجربتي عرفت انه مجرد ان احنا نحط هدف مش كفاية، احنا محتاجين نتعلم ازاي نلتزم. وفي النقطة دي كل شخص بيختلف عن التاني. لحظات الحماس اللحظة دي كانت من اكتر الحاجات اللي عدت عليا، لكن فجأة بتظهر بعديها ظاهرة انا عايزة ارتاح. وبجد انا لما قررت ارتاح ضيعت الدنيا. من المرحلة دي بعد كده طبيعي هندخل في مرحلة التسويف والتأجيل، وبعد كده يبدأ الضمير يشتغل ده في حالة لو هو شغال يعني، وندخل في مرحلة اللوم وجلد الذات. فأنا تعلمت بعد كده إنه رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الاعتماد في الشغل على الحماس اللحظي والشغل اللي فجأة بنكومه على نفسنا مرة واحدة بيخلينا في فترة معينة مش قادرين نشتغل، مش عايزين نشتغل. فالتنظيم الصح لوقتنا بيخلينا نبعد عن المشاكل دي، لما نظبط وقتنا على قد إمكانياتنا وظروفنا. فلما يكون في مثلا ظرف طارئ مش بيخلي النظام اللي احنا بنيناه يتهد، بالتالي مش هتبدأ الأحاسيس السلبية تسيطر علينا، لأن احنا نكون مظبطين نفسنا مستعدين لده.